اهلا وسهلا. اليوم ان شاء الله حاسوي معاكم كيكة لوز بالتمر مرة مرة لذيذة معاها كراميل بالقرفة. المقادير اللي حنحتاجها عندي هنا دقيق لوز ودقيق، بيكنج باودر، بيكنج سودا، ملح، بيض، سكر، هذا لوز شرايح للتزيين، زبدة تكون دايبة ونستناها تبرد، لبن، لبن شرب، تمر وفانيلا. المقادير كلها لازم تكون في حرارة الغرفة. سخنت الفرن على 350 فهرنهايت أو 180 درجة مئوية. أول حاجة هأخذ ملعقة من الدقيق، من مقدار الدقيق، وهحطها على التمر وأحاول أني أفككه عن بعض، هذه الحركة عشان ما يترسب التمر عندنا في الكيك تحت. هقلبه كويس بحيث أن كل حبة يكون عليها طبقة خفيفة من الدقيق. بعد كده هأخلط المقادير الجافة في وعاء، ضفت الدقيق، دقيق اللوز، بيكنج باودر، بيكنج سودا وملح، وأقلبهم كويس مع بعض. حتى تلاحظوا دقيق اللوز ممكن شوية يكون فيه كتل، حاولوا انكم انتوا لما تقلبوا تفككوها. في وعاء تاني أضفت البيض، حضيف عليه لبن، الزبدة، السكر وملعقة فانيلا. هقلبهم كويس لين يتجانس الخليط. حضيف المقادير الجافة على السائلة. أقلب خلاص بالسباتشلا بس إلين يختفي الدقيق، ما نبغى نخلط زيادة عن اللزوم. حضيف التمر قلب وخلاص، هذا الخليط صار جاهز. وريكم بس كيف القوام، تحسوه تقيل شوي. الخليط على صينية بستخدمها مقاسها 6.5 إنش، دهنتها بشوية زيت وبطنتها بورق زبدة. هنقل عليها الخليط، هوزع الخليط في الصينية. يعني حاول شوية أواسيه. واخر شيء حارش الوجه بشرايح اللوز. كيف الطريقه؟ مره سهله. هاخبز الكيك على درجه حراره 350 زي ما قلت لكم لمده 50 دقيقه على مقاس الصينيه اللي انا بستخدمها. يختلف الوقت على حسب الصينيه او مقاس الصينيه. اوريكم شكلها ان شاء الله لما تخلص. هذه الكيكة بعد ما خلصت نتركها في الصينية تبرد 10 دقائق، وبعدين ننقلها على شب لين تبرد تماما قبل التقطيع. بعدين حوريكم طريقة التقديم. بعد ما تبرد الكيكة تماما هقطعها. بالسكينة اللي تكون مخصصة للخبز شوفوا كيف شكلها من جوا. قوامها جدا ممتاز.
كان في بالي طريقة تقديم معينة مع الآيس كريم، ولكن اكتشفت انه ما عندي، فحوريكم الطريقة ممكن انتو تسووها، ولين بعدين لما يتوفر سويها واوريكم طبعا الطريقة. تسوي زي كذا نقط بشكل عشوائي، أحجام مختلفة، في العلبة هنا هو السولتد كراميل اللي وريتكم طريقته بعد ما برد حطيته في هذه العلبة، وهنا عندي الكرامبل اللي سويته بالبسكوت وقدمته مع الكريم دبلومات والفواكه اللي قدمته في الكاسات باقي منه. فالطريقة اللي كانت في بالي اني احط هنا شوية من الكرامبل بهذه الطريقة، واحط الايس كريم هنا، مثلا تحطوا نعناع او توت، والكيك تتقدم هنا. فانتوا تخيلوا الشكل، واذا عندكم ايس كريم حاولوا تسووه ويكون يعني بشكل كنال بملعقة.